السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ السنة الثالثة، تلاميذ اللي مازال ما داروش اختبار في الرياضيات. أقدم لكم هذا النموذج الأخير للمراجعة. التمرين الأول: صعدت سلمى على الميزان مع أخيها الصغير رائد، فقرأت 58 كيلوغراما، ولما وزنت نفسها بدونه وجدت 34 كيلوغرام. ما هو وزن رائد؟ إذن العملية التي نقوم بها في هذا التمرين هي عملية الطرح. نطرح 58 من 34، 58 ناقص 34 ما هي النتيجة التي نجدها؟ تمرين ثاني: أيمن من هوات جمع الطوابع البريدية، قبل يوم ميلاده كان لديه 580 طابعا، أهدى إليه صديقه بالمدرسة عددا من الطوابع فأصبح لديه 730 طابعا. ما هو عدد الطوابع التي أهداها له صديقه؟ كذلك هنا، إذا قبل يوم الميلاد كان لديه 580 وصار عنده 730، إذا 580 كم أضيف لها حتى يصير عندي 730؟ أو أستعمل عملية التحويل الجمع إلى طرح. إذا أطرح 730 ناقص 580، 730 ناقص 580 نجد عدد الطوابع التي أهداها له صديقه. التمرين الثالث: أرسم قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر. نرسم قطعة مستقيمة هكذا، وما تنسوش أعزائي التلاميذ قطعة مستقيمة دائما عندها تحد بحدين، حد من هنا وحد من هنا. أرسم منتصفها نقطة أو شحال يكون سموها أو هكذا. التمرين الرابع: لاحظ المخطط بالأعمدة وأكمل الجدول. هنا بالنسبة للتمرين الثالث المنتصف هو 3 سنتيمتر. التمرين الرابع: لاحظ المخطط بالأعمدة وأمامنا مخطط بالأعمدة وأكمل ملء الجدول. عدد التلاميذ، اسم المدرسة، الرقم. الرقم المدرسة الأولى 1، اسمها أحمد العروسي. عدد التلاميذ فيها شحال هو؟ رهنا ليس واضحا، ربما 350، 350 تلميذا. لتحميل النموذج تجدون الروابط أسفل الفيديو. المدرسة 2، بن صديق الهاشمي، 300 تلميذ، هاي 300 تلميذ. مدرسة 3، بدواني معمر، 200 تلميذا، هاي 200 تلميذا. مدرسة 4، البشير الإبراهيمي، 250 تلميذا. التمرين 5: فكك أو رتب عفوا الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا. الترتيب التصاعدي هو من الأصغر إلى الأكبر. نبحث عن عدد الأرقام، هنا نجد عدد كل هذه يعني الأرقام في هذه الأعداد 3 أرقام. إذا نبدأ نبحث عن نقارن من هنا 6 مع 8 أيهما أصغر 6، نحتفظ بالستة، مع الاثنان أيهما أصغر الاثنان، مع الواحد أيهما أصغر الواحد، نروحوا الواحد مع الواحد أيهما أصغر، متساويين. إذا نقارنوا هنايا بين نروحوا هنايا 9، الواحد هو الأصغر، 8 الواحد هو الأصغر دائما، والخمسة الواحد هو الأصغر دائما. إذا نقارنوا بين هذو زوج، واحد في المئات وواحد في المئات، نروحوا لل العشرات للمرتبة الأصغر منها، ننتقلوا للمرتبة الثانية. هنا عندنا صفر وهنا عندنا اثنان، أيهما أصغر؟ الصفر أصغر، إذا هذا هو أصغر عدد 102. بعده مباشرة 124، ثم 6 مع 8 أيهما أصغر؟ يعني 6 دائما أصغر، مع الاثنان، الاثنان هي الأصغر، نقارنها مع التسعة، الاثنان هي الأصغر، مع الثمانية دائما الاثنان هي الأصغر، مع الخمسة الاثنان هي أصغر. إذا 212 هو ثالث أصغر عدد من حيث الترتيب. بعد ذلك يعني هذو ثلاث أعداد خلصنا منهم، بقي لنا 658، 845، 958، 847، 524. ابدأوا دائما من الرقم الثالث، يعني 6 مع 8 8 أصغر، مع التسعة عفوا هنا هي 6 مع 8، 8 هي الأكبر والستة هي الأصغر، دائما تبقى لنا عدنا الستة، الستة مع التسعة، التسعة هي الأكبر والستة هي الأصغر، نحتفظ دائما بالستة، مع الثمانية الستة هي الأصغر، مع الخمسة، الخمسة هي الأصغر، إذا هذا
هو الرقم الذي يأتي فيما بعد، ثم هذا 658 يعني، وبعد ذلك يبقى لنا 854 مع 958، أيهما أكبر 8 أم 9؟ 9 أكبر. نقارن 8 مع هذا العدد، إذا 8 كذلك هنا. ننتقل لرقم العشرات، هنا عندنا 5 في العشرات وهنا عندنا 4 في العشرات، أيهما أصغر؟ هذا أصغر، إذا يأتي هذا ثم هذا، وفي الأخير 958. 2 فكك حسب النموذج، إذا عندنا 2654 تساوي 2 ضرب 1000 زائد 6 ضرب 100 زائد 5 ضرب 10 زائد 4، هنايا كم تساوي؟ 5 ضرب 1000 زائد 2 ضرب 100 زائد 1 ضرب 10 زائد كذلك زائد 4، هنا عندنا 6218 تساوي 6 ضرب 1000 زائد 2 ضرب 100 زائد 1 ضرب 10 زائد 8. الوضعية، اشترى تاجر 150 حبة بيض في أطباق، وأثناء توزيعها تكسرت 15 حبة، ما هو عدد حبة البيض المتبقية؟ عدد حبات البيض المتبقية إذا 150 ناقص 15 وتساوي 135. باع التاجر الحبة الواحدة من البيض بعشرة دينار، ما هو ثمن بيع كل البيض؟ إذا عندنا 135 ضرب 10، نكتب العدد كما هو ونضيف الصفر على يمينه، تصبح 1350 ثمن كل حبة البيض. شكرا على المتابعة أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء.